بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عزيزي الطالب، اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى راح نحل الأسئلة الواردة في الكتاب المدرسي صفحة 184، اللي هو كان عنوان درسنا اللي هو التكامل بالتعويض. إذا عندنا التكامل بالتعويض اللي أخذنا في الحصة الماضية. إذا كيف بدنا نحل اللي هو عندنا المسائل المتعلقة بالتكامل والتعويض، وحكينا قلنا إنه التكامل بالتعويض إذا طريقته مشان نحل مشكلة الضرب، لأنه زي ما بنعرف إذا عزيز الطالب إنه التكامل ما بتوزع إذا عندنا على القسمة وعلى الضرب. هلا عندنا السؤال الأول، إذا عندنا السؤال الأول، إذا شو بحكي لنا السؤال الأول؟ إذا اكتب التعويض المناسب لجهة قيمة كل من التكاملات الآتية. إذا الآن بدنا نوجد، إذا خلينا نوجد، إذا عندنا هذه ألف، ألف اللي هي تكامل، تكامل اللي هي واحد ناقص اتنين سين مضروب في سين، إذا سين ناقص عندنا سين تربيع، إذا ناقص إذا عندنا سين تربيع كله بين قوسين هذا القوة أربعة، إذا عندنا الدال، إذا عندنا السين. هلا حكينا قلنا إنه الآن شو بدي أعمل؟ دائما بفرض، إذا عزيز الطالب إذا بفرض إذا دائما صاد اللي هو للمقدار اللي تحت الأس، إذا وهذا مسألة جاهزة، إذا عندنا إذا جاهزة طبعا عندنا للفرض. إذا صار عندنا إذا هنا صاد إذا تساوي اللي هي عبارة عن سين ناقص إذا عندنا سين تربيع، وحكينا إذا هنا بحاجة إحنا إلى دال السين، إذا قلنا دال السين إذا ماذا تساوي؟ إذا في هذه الحالة اللي هي دال الصاد، دائما مشتق دال الصاد، إذا مشتقة هذا على هذا اللي هي تعطينا واحد ناقص إذا عندنا اثنين سين. وبعد ذلك برجع الآن للتكامل، إذا صار عندنا هنا التكامل، إذا صار إذا عندنا التكامل، إذا صار عندنا تكامل واحد ناقص اثنين سين، واحد ناقص اثنين سين، إذا صارت عندنا هنا بفرض إذا قلنا سين ناقص سين تربيع اللي هي عبارة عن صاد، هذه صاد طبعا صاد بس هون مرفوع للقوة، قديش هون عندنا عزيز الطالب للقوة اللي هو عندنا أربعة، إذا مضروبة إذا في اللي هي عندنا دال السين، إذا دال السين اللي هي عبارة عن دال الصاد، إذا دال الصاد إذا على واحد ناقص اثنين اللي هو عندنا اثنين سين. الآن نختصر، إذا في اختصار إذا بنلاحظ إذا عندنا واحد ناقص اثنين سين مع واحد ناقص اثنين سين بروح، إذا بظل عندنا هنا إذا ويساوي اللي هو عندنا تكامل، إذا صاد القوة أربعة، إذا عندنا دال الصاد، وهذا بيساوي عبارة عن صاد القوة خمسة، إذا على خمسة، إذا زائد اللي هو عندنا ثابت التكامل اللي هو جيم. طبعا بعد ذلك طبعا احنا من المسألة إذا عاجز الطالب إنها تكون بدلالة السين. الآن بنجيب اللي هو عندنا إذا عندنا قيمة الصاد الفارقين الفارضينها، إذا وتساوي عبارة عن سين إذا ناقص إذا عندنا سين تربيع كل هذا القوة خمسة، إذا على اللي هو عندنا على خمسة، إذا زائد اللي هو عندنا ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم. هاي عجز الطالب بالنسبة اللي هي عندنا لفرع ألف، إذا هذا بالنسبة لفرع اللي هو عندنا فرع ألف. خلينا هلا نحل اللي عندنا فرع باء، إذا عندنا فرع باء، إذا شو بتحكي لنا؟ إذا السؤال الأول فرع باء، إذا عندنا تكامل، إذا تكامل 6 سين تربيع، إذا عندنا 6، إذا عندنا سين تربيع مضروبة في الجذر، إذا عندنا مضروبة في الجذر، إذا هنا عندنا الجذر الخامس، الجذر الخامس لاثنين سين، إذا عندنا بين قوسين هنا اثنين سين تكعيب ناقص ثلاث، اثنين سين تكعيب ناقص اثنين، إذا ناقص اثنين، إذا هذا تربيع، إذا عندنا دال السين، إذا دال عندنا السين. الأول خطوة إذا عزيز الطالب، إذا شو بنعمل الآن؟ بنحاول الآن نبسط إذا هذه المسألة. إذا الجذر نرجع لأصله، إذا هذه عبارة عن ستة،
إذا عندنا سين، إذا عندنا تربيع مضروبة في إيش؟ عندنا مضروبة في 2 سين للقوة 3، إذا ناقص، إذا عندنا 2. طبعا هنا عندنا برجع اللي هو عندنا صورة الجذر، هاي عبارة عن إذا قلنا الداخل إذا على الخارج، إذا الداخل على الخارج يعني 2 على 5. طبعا إذا هنا عندنا الدال عندنا السين. هلا بنقدر نفرض الآن، قلنا دائما نفرض اللي هو القيمة صاد اللي تحت الأس، إذا عندنا صاد اللي هي تساوي 2 سين القوة 3، إذا نتضمن ذلك الآن، إذا عندنا قلنا دال السين تساوي دال الصاد إذا على مشتقة اللي هو عندنا 2 سين تكعيب اللي هي 6، إذا عندنا سين، إذا عندنا تربيع، إذا 6 سين، إذا عندنا تربيع. إذا نرجع الآن للمسألة، إذا صار عندنا إذا تكامل، إذا 6 سين تربيع مضروبة في إذا عندنا صاد للقوة 2 إذا على 5، إذا مضروبة إذا في دال الصاد إذا على إذا 6، إذا سين، إذا عندنا 6 سين تربيع. وبعد ذلك شو بنعمل الآن؟ نلاحظ إذا في اختصار هنا 6 سين تربيع مع 6 سين تربيع بتروح، إذا بظل عندنا إذا بظل عندنا إذا العزيز الطالب اللي هو عندنا تكامل، إذا هذا ويساوي تكامل إذا صاد للقوة 2 إذا على 5 اللي هو عندنا دال الصاد، ويساوي إذا صاد للقوة إذا 7 إذا على 5 مضروب في 5 إذا على 7 إذا زائد اللي هو عندنا ج. وبعد ذلك برجع هذا إلى صورة جذر، إذا عندنا تكون إذا هنا 5 والصاد اللي هي قيمتها اللي هي عبارة عن 2 سين، طبعا هنا صاد يساوي 2 سين تكعيب ناقص 2 عفوا، إذا ناقص، إذا عندنا هنا 2 سين تكعيب، 2 سين تكعيب إذا ناقص اللي هو عندنا 2. الآن إذا هنا كمان القوة اللي هو عندنا 7 إذا زائد إذا عندنا ج. إذا بنلاحظ إذا عزيز الطالب لو الآن إذا قسمنا 7 على 5 إذا هذا تعطينا إذا اللي هي عندنا الصورة الكسرية له. طبعا كل هذا مضروب في 5 إذا على اللي هو 7 مضروب في 5 على 7. هذا بالنسبة إلى اللي هو عندنا، بالنسبة إلى اللي هو عندنا ألف وباء، بالنسبة لألف وباء عزيزي الطالب. هلا نيجي إلى إنه فرع جيم، برضو إذا عندنا السؤال الأول، إذا عزيزي الطالب إذا السؤال الأول اللي هو عندنا فرع، اللي هو عندنا فرع جيم. هلا السؤال الأول فرع جيم شو بحكي لنا؟ إنه عندنا تكامل بين قوسين اللي هو 2، إذا عندنا سين 2 سين ناقص 3 سين تربيع ناقص إذا 3، إذا عندنا سين تربيع إذا مضروبة، إذا في عندنا سين ناقص عفوا مضروبة في قاطع تربيع، إذا عندنا قاطع اللي هو عندنا ضرب قاطع تربيع، إن القاطع تربيع هاي تربيع، والزاوية اللي هي عبارة عن سين تكعيب ناقص إذا سين تكعيب ناقص إذا عندنا سين تربيع، طبعا هذا كله دال السين، إذا دال عندنا السين. إذا بنلاحظ إذا إن هذه المسألة جاهزة، إذا ما فيها مش بحاجة إلى أي تعديلات. إذا نيجي الآن إذا عزيز الطالب إذا شو بنعمل؟ إذا عندنا نفرض إذا عندنا صاد دائما الزاوية، لاحظ مشتقة الزاوية تطلع اللي هي نفسها الموجودة في الخارج، وبالتالي إذا صاد تساوي سين تكعيب ناقص اللي هو عندنا سين تربيع، إذا رأس مباشرة إذا دال السين ماذا تساوي؟ اللي هي زي ما حكينا اللي هي عبارة عن دال الصاد إذا على مشتقة سين تكعيب اللي هي 3 سين تربيع ناقص إذا عزيز الطالب 2 سين. نرجع الآن إذا عندنا للمسألة، إذا عندنا 2 سين إذا ناقص 3 سين تربيع إذا مضروبة في قاطع تربيع الصاد ضرب، إذا عندنا دال السين بدي أضع محلها اللي هي عبارة عن دال الصاد
إذن على ثلاثة سين تربيع ناقص، إذن عندنا اثنين سين. ألم نختصر الآن هذا المقدار مع هذا المقدار؟ إذن بظل عندنا، إذن عندنا قاطع تربيع الصاد، تكامل قاطع تربيع الصاد، إذن تكامل، إذن عندنا قاطع تربيع الصاد، إذن دال، إذن عندنا الصاد، وهذا تكامله بده يعطيني ظل الصاد، إذن ظل الصاد، إذن زائد جيم، وهذا بساوي اللي هو عبارة عن ظل، إذن عندنا الظل بين قوسين اللي هو سين تكعيب، إذن ناقص، إذن عندنا سين تربيع، إذن زائد ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم. هذا بالنسبة للمسألة اللي هي عندنا فرع السؤال الأول فرع ج. هلا خلينا نيجي الآن لفرع اللي هو عندنا عندنا الفرع، إذا عندنا فرع دال، إذا عندنا فرع دال نفس السؤال، السؤال الأول اللي هو بحكي لنا عبارة عن تكامل ثلاثة سين ناقص تسعة، إذا ثلاثة سين ناقص تسعة، إذا على إذا سين تربيع ناقص ست سين، إذا ناقص، إذا عندنا ست سين كمان، إذا عندنا تربيع، إذا دال، إذا عندنا السين دال السين. هلا الآن بنفس الطريقة إذا عزيز الطالب، إذا شو بدي أعمل أول شيء؟ إذا بحاول إني الآن إنه في عندنا هنا إذا الأس بقدر أرفعه لفوق، إذا الباجب، إذا عندنا الحل، إذا ويساوي، إذا هذا إذا التكامل، إذا ويساوي ثلاث بين قوسين ثلاث سين ناقص تسعة مضروبة في سين تربيع، إذا ناقص اللي هو عندنا ست سين أس سالب اثنين، سالب اثنين مضروبة في دال اللي هو عندنا دال السين. هلا الآن نقدر الآن إيش نعمل الآن؟ إذا نفرض إذا عندنا صاد اللي هي تساوي سين تربيع ناقص إذا عندنا ست سين، وبالتالي إذا دال السين تساوي إذا دال الصاد، إذا على اثنين سين ناقص اللي هو عندنا الستة، 2 سين ناقص إذا عندنا 6. هلا نرجع الآن للتكامل، إذا نصير عندنا إذا تكامل، إذا بقدر هنا إذا نطلع عامل مشترك اللي هو 3، إذا بضل عندنا عزيز الطالب سين ناقص إذا عندنا 3 مضروبة كمان إذا عندنا في صاد، فرضناها هذه صاد، والسالب إذا عندنا 2 ضرب إذا دال السين، إذا دال السين دال الصاد عفوا، إذا على هنا كمان بقدر أطلع عامل مشترك اللي هو الاثنين ضرب سين ناقص اللي هو عندنا ثلاث. هلا بنقدر نختصر الآن، إذا هذه مع هذه بتروح، بضل عندنا هنا ويساوي تكامل، إذا تكامل، إذا عندنا ثلاثة على اثنين، إذا بكتب ثلاثة، إذا على اثنين مضروبة في صاد القوة سالب اثنين، إذا عندنا دال الصاد. طبعا هذا شو يساوي؟ إذا ثلاثة على اثنين مضروبة في صاد القوة سالب واحد، إذا على سالب واحد، إذا الزائد اللي هو عندنا جيم. هلا بنكمل هون، إذا بصير عندنا ويساوي، بنحاول الآن بسط إذا كمان إذا هذه المسألة، إذا ويساوي إذا ثلاثة، طبعا هون عندنا موجب تقسيم سالب بده يعطيني، إذا عندنا هنا سالب ثلاثة بقدر أكتبها، إذا سالب ثلاثة، إذا عزيز الطالب، إذا على اثنين ضرب اللي هو واحد، إذا على صاد اللي هي صاد قوة سالب واحد نزلناها لتحت، إذا زائد اللي هو عندنا جيم، وهذه تساوي سالب ثلاثة إذا على اثنين ضرب واحد على، طبعا هنا قيم الصاد اللي في القيمة اللي فرضناها اللي هي عبارة عن سين تربيع ناقص إذا عندنا ست سين، إذا زائد اللي هو عندنا جيم، وبقدر أكتبها كمان إذا عبارة عن سالب ثلاثة إذا على اللي هو عندنا اثنين ضرب إذا سين تربيع ناقص إذا عندنا ست سين زائد اللي هو ثابت التكامل
اللي هو عندنا عزيز الطالب. إذا جيب هذا بالنسبة اللي هو عندنا السؤال اللي هو الأول في الكتاب. إذا عندنا المدرسة. أنا بيجي كمان إذا عندنا للسؤال السؤال إذا عندنا الثاني. هلا إذا عزيز الطالب إذا السؤال رقم اثنين إذا خلينا نشوف إذا السؤال إذا عندنا السؤال رقم اثنين. هلا السؤال رقم اثنين شو بحكي لنا؟ بيقول لنا جد قيمة كل من التكاملات الآتية. إذا بنفس الطريقة إذا عندنا سؤال اثنين ألف. السؤال اثنين ألف إذا عزيز الطالب إذا شو حكينا سؤال اثنين ألف إذا بقول لنا اللي هو عندنا تكامل إذا بدنا نوجد إذا عندنا تكامل إذا عندنا الجذر إذا عندنا الجذر الثالث لثلاث سين بين قوسين ثلاث سين ناقص اثنين تربيع إذا عندنا دال السين إذا دال اللي هو عندنا دال السين. هلا أول حاجة إذا شو بدي أساوي إذا عندنا ويساوي إذا عندنا بقدر الآن أرجع الجذر إلى صورته إذا ويساوي عبارة عن ثلاثة سين إذا ثلاثة سين ناقص اثنين إذا قلنا بنقسم دائما الداخل على الخارج اللي هو اثنين على ثلاثة اثنين على ثلاثة إذا دال سين. وحكينا إذا هذه الصورة إلها قاعدة عزيز الطالب لأنه ما داخل الأس إذا تحت الأس اللي هو عندنا عبارة عن إيش إذا عبارة عن اقتران خطي وبالتالي هي على شكل ألف سين زائد باء وبالتالي نقدر نحلها مباشرة بدون فرض. إذا وتساوي إذا عندنا ثلاثة سين ناقص اثنين للقوة اثنين زائد ثلاثة اللي هي خمسة إذا على ثلاثة وهذه مضروبة في ثلاثة إذا على اللي هو عندنا خمسة وقلنا كمان بضربها في معامل سين إذا هون بقسم على معامل سين إذا والزائد طبعا اللي هو عندنا جيم. إذا بنلاحظ الثلاثة هنا مع الثلاثة نقدر نختصرها إذا بقدر أكتبها إذا على صورة إذا واحد إذا على خمسة وكمان هذا اللي بضل عندنا بقدر أكتبه على صورة جذر إذا هاي عبارة عن الجذر الثالث إذا الجذر الثالث لثلاث سين ثلاث سين ناقص إذا عندنا اثنين إذا للقوة اللي هو عندنا خمسة زائد اللي هو عندنا جيم. هلا ننتقل كمان إلى فرع إذا عندنا عزيز الطالب فرع باء إذا عندنا فرع باء إذا شو بحكي لنا فرع باء إذا بدنا تكامل إذا عندنا تكامل اللي هو عبارة عن سين ناقص واحد إذا سين ناقص واحد إذا مضروبة إذا في عندنا اثنين سين تربيع اثنين سين تربيع ناقص أربعة سين ناقص إذا عندنا أربعة سين زائد واحد إذا كله للقوة قديش عندنا للقوة خمسة إذا دال السين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا. هلا الآن شو بنعمل الآن إذا عزيز الطالب؟ نفرض قلنا دائما اللي هو عندنا تحت الأس اللي هو عندنا صاد إذا صاد تساوي 2 سين للقوة 2 سين تربيع ناقص إذا عندنا 4 سين إذا زائد اللي هو عندنا 1 إذا يتضمن ذلك إنه دال السين حكينا شو تساوي اللي هي عبارة عن دال الصاد إذا على مشتقة اللي هي عبارة عن 4 إذا سين ناقص عندنا أربعة. هلا نرجع الآن للتكامل إذا عندنا تكامل سين ناقص واحد ها سين ناقص إذا واحد مضروب إذا في عندنا صاد بس للقوة قديش عندنا للقوة خمسة
مضروبة فيه اللي هي عندنا الدال الصاد. إذا دال الصاد على، طبعا هو بقدر يطلع على المشترك اللي هو الأربعة ضرب سين ناقص اللي هو عندنا واحد. وبالتالي الآن نقدر في اختصار هذا المقدار مع هذا المقدار. إذا شو بضل عندنا عزيز الطالب؟ إذا ويساوي اللي هو عندنا تكامل، إذا صاد القوة خمسة، إذا صاد القوة خمسة، وهون في عندنا واحد على اللي هو أربعة، إذا واحد إذا على أربعة، إذا دال اللي هو عندنا دال الصاد. وهذا شو بيساوي؟ إذا ويساوي إذا واحد إذا على أربعة مضروب إذا في عندنا إذا في صاد إذا القوة اللي هو عندنا ستة، إذا ستة إذا على ستة، إذا زائد اللي هو عندنا جيم. وهذا بيساوي اللي هو عبارة عن واحد على 24، إذا مضروبة في صاد، صاد اللي هي 2 سين من القوة 2 ستة تربيع ناقص إذا عندنا 4 سين زائد واحد من القوة اللي هو عندنا ستة، إذا زائد إذا ثابت التكامل اللي هو عندنا جي. هذا عزيزي الطالب بالنسبة إلى فرع اللي هو عندنا فرع ب. الفرع جيم، إذا خلينا نشوف الآن، إذا عندنا فرع جيم، إذا خلينا نحل هون فرع جيم. إذا فرع جيم، إذا عزيزي الطالب، إذا السؤال الثاني فرع جيم بيقول لنا لو عبارة عن تكامل، إذا تكامل إذا عندنا اثنين، إذا قاطع تربيع، إذا عندنا قاطع تربيع اللي هو عندنا اثنين ناقص سين، إذا اثنين إذا ناقص إذا قاطع تربيع اللي هو اثنين، إذا عندنا ناقص إذا عندنا سين، إذا دال السين. الا اذا قلنا عزيز الطالب ما دام انه اذا داخل، اذا عندنا داخل اذا الزاويه اقتران خطي، نقدر نستفيد من القاعده اذا راسا مباشره. اذا شو بده يكون؟ اذا عندنا الحل الان، اذا تكامل، اذا عندنا اثنين تكامل القاطع تربيع اللي هو عباره عن ظل، طبعا الزاويه بتظل نفسها اثنين ناقص سين، بس بقسم الان على اذا هنا على سالب واحد، اذا على سالب واحد اللي هو معاه سين، وزائد اللي هو عندنا جيم، وبقدر اكتبها هذه عبارة عن سالب اثنين مضروبة في ظل اللي هو اثنين ناقص اذا عندنا سين زائد ثابت التكامل اللي هو عندنا جي. اذا ظل عندنا كمان اذا عزيز الطالب اللي هو فرع دال، اذا فرع دال حل هون، اذا فرع دال اللي هو تكامل اللي هو عندنا اثنين سين تكعيب، اذا عندنا اثنين اذا سين تكعيب مضروب في جيب، إذا عندنا جيب سين القوة أربعة زائد واحد دال اللي هو عندنا دال السين. هذا بنفس الطريقة، إذا نفرض طبعا هنا إذا الزاوية مش خطية إذا عزيز الطالب، وبالتالي نفرض إذا صاد هون اللي هي سين القوة أربعة إذا زائد واحد، إذا وبالتالي إذا دال السين تساوي دال الصاد على مشتقة س قوة أربعة هي أربعة س، إذا عندنا تكعيب. هلا بنرجع الآن، نرجع الآن للي عندنا للتكامل، إذا بنرجع الآن للتكامل بنكمل هون، إذا نصير عندنا إذا عندنا تكامل إذا نصير عندنا إذا تكامل اثنين سين تكعيب، اثنين سين تكعيب اذا مضروبه في جيب اللي هو عندنا صاد ضرب اذا دال الصاد على اذا اربعه سين اذا تكعيب. وبنلاحظ اذا عندنا هنا سين تكعيب، ما سين تكعيب بتروح، وكمان هذه بتقسم فيها واحد، وهاي بتقسم على اثنين فيها كمان اثنين. اذا ويساوي تكامل اللي هو عباره عن جيب الصاد، طبعا هذه عباره عن نص، إذا دال الصاد، إذا ويساوي إذا عندنا نص تكامل الجيب اللي هو عبارة عن سالب اللي هو عندنا جتا، إذا صاد إذا زائد إذا عندنا جيم. إذا ويساوي إذا سالب إذا عندنا نص مضروب في جيب، طبعا الصاد اللي هي عندنا نرجع قيل الصاد اللي هي عبارة عن سين تكعيب سين قوة أربعة،
زائد واحد إلى زائد ثابت التكامل اللي هو عندنا جي. هذا عزيز الطالب بالنسبة إذن لهذا السؤال، سؤال رقم اللي هو عندنا سؤال رقم إذن 2. هلا ننتقل إلى سؤال رقم 3. إذا سؤال رقم 3، إذا سؤال رقم 3، إذا شو بحكينا السؤال رقم 3؟ احسب قيمة كل من التكاملات الآتية. إذا هذا التكامل الآن عندنا محدود، إذا اللي هو عندنا ألف اللي هي عبارة عن تكامل من 0 إلى 2، تكامل من 0 إلى 2 اللي هو عندنا الجذر. إذا عندنا الجذر للأربع سين، إذا عندنا 4 س + 1 عندنا دال السين، دال اللي هو عندنا السين. هلا شو بنعمل إذا عزيز الطالب؟ بنكتبها على صورة أول شيء، إذا على صورة الآن نحاول نرجع الجذر إلى أصله. إذا هذا التكامل من 0 إلى 2، هاي الصورة الجذرية. الآن نكتبها على الصورة الأسية اللي هي عبارة عن 4 س + 1 للقوة. إذا طبعا هون شو في عندنا إذا عزيز الطالب؟ للقوة 1، وبالتالي الداخل إذا على الخارج. طبعا هون دائما بيكون 2، يعني بصير عندنا 1 إذا على 2، إذا عندنا دال، إذا عندنا اس. طبعا إذا هذه بأداب إنه داخل إذا عندنا الجذر اقتران إذا خطي، إذا أقدر مباشرة إني الآن أكامل. إذا شو تكاملها؟ اللي هي عبارة عن 4 س + 1 للقوة، إذا عندنا 3 إذا على 2، وقلنا هنا مضروبة في 2 إذا عندنا على 3، وكمان هنا بقسم على معامل س اللي هو عندنا الأربعة. طبعا هذا التكامل محدود من 0 إلى 2، وبختصر الآن. بنلاحظ إذا في اختصار الآن، هنا الاثنين فيها 1 وعلى 2 فيها اللي هو عندنا 2، وبالتالي إذا نقدر نكتبها الآن بالصورة الجذرية. إذا صار عندنا هنا وتساوي اللي هي 1 إذا على 6 مضروبة في الجذر، إذا الجذر التربيعي للـ4 س + إذا عندنا 1، وهون بيكون عندنا القوة، إذا القوة 3. طبعا تكامل من 0 إلى 2. هلا بعوض الآن، إذا عندنا 1 إذا على 6 إذا ضرب اللي هو عندنا الجذر، إذا عندنا الجذر التربيعي اللي هو عندنا 4 ضرب 2 = 8، 8 + 1 اللي هي 9. إذا جذر التسعة، إذا عندنا اللي هو عندنا إذا 9، إذا عندنا تربيع، إذا 9 تربيع ناقص برضو كمان 1 على 6 مضروب في الجذر التربيعي، إذا عندنا للواحد، إذا عندنا 1، إذا عندنا تكعيب. إذا وهذا إذا يساوي اللي هو عندنا 1 إذا على 6، الجذر التربيعي للتسعة 3 3 تربيع، إذا ضرب اللي هو عندنا ضرب اللي هو عندنا 9، إذا ناقص برضو كمان 1 إذا على 6، إذا ما يساوي إذا 9 ناقص 1 إذا 8 إذا على 6، وهذا تقسم على 2 وهذا تقسم على 2، فيها 4 على اللي هو عندنا 3. هذا عزيز الطالب بالنسبة اللي هو عندنا لهذه اللي عندنا المسألة. ننتقل الآن إلى فرع اللي هو عندنا فرع باء. إذا فرع باء، فرع باء، هلا فرع باء شو بتحكي لنا هنا؟ إذا عندنا فرع باء التكامل من -1 لـ -1، من -1 إذا عندنا -1، إذا 3 س² مضروب في اللي هو عندنا س تكعيب ناقص إذا عندنا 1، كل هذه للقوة اللي هو عندنا 3 اللي هو عندنا دال اس. إذا عندنا الحل، إذا هنا مباشرة إذا عزيز الطالب، بما أنه إذا عندنا التكامل من نفس العدد إلى نفس العدد أو من عدد إلى نفسه، إذا بده يعطينا هذا مباشرة يساوي 0 بدون ما نفرض أي شيء. ننتقل الآن إلى فرع جيم. إذا فرع جيم شو بتحكي لنا؟ إن التكامل، إذا عندنا التكامل من 1 إلى 0، من 1 إلى 0
عندنا 2 س، إذا هذا 2 س مضروبة في الجذر الثالث، مضروبة في الجذر، إذا عندنا الثالث للس تربيع ناقص اللي هو عندنا 1، إذا عندنا د الس. هلا الآن شو بنعمل الآن؟ إذا نضبط المسألة بحيث الآن نكتب الجذر بصورة، إذا بصورة نرجعه إلى أصله. إذا هذا عبارة عن 2 س مضروب في س تربيع ناقص 1 للقوة 1/3، اللي هي عندنا قلنا هنا يا عزيز الطالب هذه هنا في عندنا 1، إذا داخل على الخارج. إذا د اللي هو عندنا اس. وبعد ذلك إذا شو بنعمل الآن؟ إذا نفرض، إذا قلنا ص، إذا ص نفرض، إذا عندنا ص ما داخل الأس لو س تربيع ناقص اللي هو عندنا 1. هلا ص تساوي س تربيع ناقص 1، وبالتالي اللي هو عندنا إذا د الس قلنا تساوي إذا د الص، إذا د الص إذا على مشتقة اللي هو عندنا اللي هي 2 عندنا س، إذا عندنا 2 س. وبعد ذلك الآن نرجع الآن للتكامل. نرجع الآن إذا عزيز الطالب إذا للتكامل، إذا بصير عندنا هنا التكامل من 1 إلى 0، من 1 إلى 0، إذا عندنا هنا 2 س مضروبة في ص بالقوة 1 إذا على 3، ومضروبة كمان في د الس اللي هي عبارة عن د الص، د الص على 2 عندنا س. وبالتالي إذا عندنا 2 س مع 2 س بتروح، إذا بضل عندنا تكامل، إذا ص، إذا تكامل، إذا عندنا، إذا بضل عندنا عزيز الطالب تكامل من 1 إلى 0 للصاد القوة 1/3، إذا دال عندنا الصاد. وبالتالي إذا هاي تكاملها اللي هي صاد القوة 4/3، وهنا 3 إذا على 4، إذا تكامل من 1 إلى اللي هو عندنا 0، ويساوي إذا 3/4، إذا الجذر، إذا عندنا الجذر الثالث للصاد القوة 4، إذا صاد القوة 4 إذا صاد القوة 4. التكامل إذا هنا، إذا عزيز الطالب لو رجعنا إلى برضه ممكن نقدر نرجع الآن هنا س تربيع، أو نقدر نحولها، إذا وتساوي إذا 3/4 نضع محل صاد اللي هي عندنا قيمتها اللي هي الجذر الثالث، إذا عندنا للصاد قديش صاد إذا فرضناها اللي هي س تربيع ناقص 1، إذا كل هذا للقوة قديش هون عندي؟ للقوة اللي هو عندنا للقوة 4، القوة 4. طبعا التكامل الآن عندنا من 1 إلى اللي هو عندنا 0، إذا هذا ويساوي 3/4، إذا مضروب في الجذر الثالث. الآن لو عوضنا 0 ناقص 1 اللي هو عندنا ناقص 1 بالقوة 4، يعني كل هذا 1، إذا ناقص برضه كمان 3/4 مضروب في الجذر الثالث اللي هو عندنا 1 ناقص 1 اللي هو عندنا 0، إذا ويساوي إذا 3/4، لأن الجذر الثالث الواحد إذا بده يعطيني إذا عندنا 1. هذا عزيز الطالب بالنسبة لي اللي هو عندنا المسألة اللي هي فرع اللي هو عندنا باء. ننتقل الآن إلى فرع اللي هو عندنا جيم. سؤال 3، إذا عندنا سؤال 3 اللي هو فرع، اللي هو عندنا فرع فرع دال، عفوا، إذا فرع دال. إذا حلينا الآن قبل شوي اللي هو فرع جيم. إذا عندنا سؤال 3، إذا عندنا سؤال 3 اللي هو فرع اللي هو عندنا دال. برضو كمان إذا عندنا التكامل من 1
إلى اثنين، تكامل من واحد إلى اثنين، إذا عندنا ثلاثة ناقص اثنين سين، كل هذا مقسوم إذا على إيش عندي؟ على سين تربيع، إذا سين تربيع ناقص ثلاثة سين، كل هذا للقوة اللي هو عندنا اثنين، إذا عندنا دال السين. هلا إذا شو بنعمل إذا عزيز الطالب؟ إذا نيجي الآن الحل، إذا عندنا أول شيء بنحاول الآن نرفع الأس إلى الأعلى، بصير عندنا تكامل واحد لاثنين، إذا عندي ثلاثة ناقص إذا عندنا اثنين سين مضروبة في سين تربيع ناقص إذا عندنا ثلاثة سين للقوة أو سالب اثنين، إذا عندنا دال السين، دال إذا عندنا السين. هلا بنفرض إذا عندنا صاد اللي هي عبارة قلنا تحت الأس سين تربيع ناقص إذا عندنا ثلاثة سين. هلا راح نحل الآن ما دام إنه في عندنا تكامل محدود، إذا شو نقدر نقول الآن؟ عندما سين تساوي واحد إذا نقدر نستنتج كمان إذا صاد ماذا تساوي عزيز الطالب؟ اللي هي واحد ناقص ثلاثة اللي هو بده يعطيني سالب اثنين، إذا سالب اثنين. هلا إذا كان السين تساوي اثنين يتضمن ذلك إنه صاد تساوي اللي هي عندنا أربعة ناقص، إذا صاد تساوي اللي هي عندنا أربعة ناقص وثلاثة ضرب اثنين اللي هي ناقص ستة، وتساوي كمان سالب اللي هو عندنا اثنين. إذا صار إذا عندنا عزيز الطالب إذا التكامل، إذا التكامل من طبعا الواحد الآن صار عندنا واحد قلنا ناقص ثلاثة اللي سالب اثنين يعني سالب اثنين، واثنين أربعة ناقص ستة برضو كمان هنا صار عندنا سالب إذا عندنا اثنين، وهذا ثلاثة ناقص إذا عندنا اثنين سين مضروبة في صاد للقوة اللي هي عندنا سالب إذا اثنين ضرب اللي هو عندنا هنا الدال الصاد، خلينا نوجد الآن دال، إذا عندنا دال السين اللي هي تساوي عبارة عن اثنين سين إذا دال الصاد إذا على اللي هي عندنا إذا دال الصاد إذا على مشتقة اللي هي اثنين سين ناقص إذا عندنا ثلاثة على اثنين سين ناقص إذا ثلاثة، وهاي محاي إذا بتروح فيها عندنا سالب واحد، ونلاحظ إذا عزيز الطالب هذه نقدر نقول مباشرة شو تساوي؟ صفر، لأنه الآن عندنا نفس المقدار من سالب اثنين إلى سالب اللي هو عندنا اثنين، وبالتالي إذا بده يكون التكامل مباشر بدون ما نحسبه بده يعطيني اللي هو عندنا صفر. هذا بالنسبة اللي هو عندنا لفرع اللي هو عندنا سؤال رقم إذا عندنا ثلاثة. هلا ننتقل الآن إلى السؤال رقم اللي هو عندنا سؤال رقم أربعة. سؤال رقم أربعة، إذا عندنا سؤال رقم أربعة شو بحكينا سؤال أربعة؟ إذا علمت إذا معطيني هنا قاف السالب ثمانية، قاف السالب ثمانية يساوي خمسة، ومعطيني كمان قاف السبعة وعشرين، إذا عندنا قاف السبعة وعشرين يساوي سالب ستة، إذا يساوي سالب ستة، بقول لنا جد قيمة إذا بده التكامل من سالب إذا عندنا اثنين إلى ثلاثة، إذا عندنا الثلاثة ثلاثة سين تربيع، إذا ثلاثة سين تربيع إذا مضروبة في قاف فتحة، إذا قاف فتحة للسين تكعيب، إذا سين تكعيب، إذا عندنا هنا دال السين. هلا إذا شو بنعمل إذا عزيز الطالب؟ إذا زي ما عملنا إذا سابقا، إذا نفرض إذا عندنا هنا صاد تساوي سين تكعيب، وبالتالي إذا هنا دال السين ماذا تساوي؟ اللي هي عبارة عن ثلاثة سين تربيع إذا على إذا ثلاثة سين تربيع، إذا عندنا عفوا دال الصاد إذا على ثلاثة إذا سين إذا عندنا تربيع. الآن ما دام تكامل إذا هنا عندنا عندما سين تساوي سالب اثنين إذا يتضمن ذلك إذا قيمة صاد إذا عزيز الطالب قديش تساوي هون؟ اللي هي عبارة عن إذا عندنا سالب ثمانية، وإذا كان السين تساوي اللي هي عبارة عن ثلاثة
إذن يتضمن ذلك أن ص تساوي 27. وبالتالي الآن برجع الآن للتكامل، إذا صار عندنا التكامل السالب 2 بحط محلها سالب 8، وكمان الثلاثة إذا بتكون إذا عندنا 27، وعندنا هنا ثلاثة إذا عندنا س تربيع مضروبة في قاف فتحة لمين، إذا عندنا للصاد ضرب اللي هي عندنا دال الصاد على ثلاثة إذا س تربيع. وبالتالي الآن نقدر نختصر، إذا هذه المحال بتروح، وهذا إذا شو صار عندنا يساوي، طبعا تكامل قاف فتحة لصاد اللي هي عبارة عن قاف الصاد من إذا عندنا سالب 8 إلى 27، وهذا بيساوي قاف 27 ناقص إذا قاف السالب إذا عندنا 8، وهذا يساوي قاف 27 اللي هي عبارة زي ما معطينا إياها اللي هي عبارة عن سالب 6، إذا السالب كمان قاف السالب 8 معطينا إياها 5، إذا ويساوي سالب اللي هو عندنا 11، إذا سالب 11. هذا بالنسبة للسؤال اللي هو عندنا رقم، إذا سؤال رقم إذا عندنا 4. السؤال 5 إذا عايز الطالب، إذا السؤال اللي هو عندنا 5. ننتقل الآن إلى السؤال الخامس. شو بيقول لنا السؤال الخامس؟ إذا معطينا التكامل، إذا معطينا التكامل من 5 إلى اللي هو عندنا 2، إذا قاف السين قاف السين إذا عندنا دال السين هذا كله يساوي 3. يقول لنا جد إذا قيمة التكامل، إذا بده يقول لنا جد قيمة التكامل من سالب 1 إلى 2، إذا عندنا 8 سين، إذا 8 سين ضرب اللي هو عندنا قاف للسين تربيع سين تربيع زائد 1، إذا عندنا دال اللي هو عندنا دال السين. هلا الآن نفس الطريقة اللي إذا تعلمناها إذا عزيز الطالب، إذا شو بنعمل؟ نفرض اللي هو داخل الاقتران اللي هو عبارة عن صاد، إذا هنا نفرض إذا صاد تساوي سين تربيع زائد 1. الآن إذا كان السين تساوي، إذا كان السين تساوي سين تساوي سالب 1، إذا يتضمن ذلك إذا قيم الصاد تساوي اللي هي عندنا 2، وإذا كان السين تساوي اللي هي عندنا 2 يتضمن ذلك أن صاد ماذا تساوي؟ 4 زائد 1 إذا تساوي 5. هلا نرجع إذا للتكامل، إذا السالب 1 بتصير عندنا هنا 2، والاثنين بتصير إذا هنا عندنا 5، وعندنا 8 سين ضرب اللي هو عندنا قاف الصاد، إذا عندنا قاف اللي هو عندنا الصاد ضرب اللي هو عندنا دال الصاد، خلينا نوجد الآن دال السين اللي هي عبارة عن دال الصاد إذا على اللي هي 2 اللي هو عندنا 2 سين، إذا ضرب إذا دال الصاد إذا على 2 عندنا السين. وبالتالي نقدر نختصر الآن السين مع السين بتروح 8 على 2 اللي هي تساوي اللي هي عبارة عن 4، إذا 4 مضروبة في التكامل من 2 إلى 5، من 4 من 2 إلى 5، طبعا عندنا قاف الصاد، إذا قاف الصاد دال، إذا عندنا الصاد. هلا عزيز الطالب إذا معطيني التكامل من 5 إلى 2 تساوي 3، ولكن بده إيش عندنا التكامل 2 إلى 5، وبالتالي إذا هذا بصير عندنا 4 ضرب، نعكس الآن بصير عندنا هنا سالب 3 الإشارة، ويساوي سالب إذا عندنا 12. هذا بالنسبة لسؤال رقم اللي هو عندنا رقم 5. سؤال رقم 6 اللي هو عندنا بحكي لنا نرجع للمسألة في بداية الدرس. إذا سؤال رقم إذا عندنا سؤال رقم 6، إذا سؤال اللي هو عندنا 6، إذا نقول لنا التكامل من 0 إلى 4، من 0 إلى 4 إذا عندنا 2 سين مضروب في الجذر التربيعي للسين تربيع زائد عندنا 9، إذا عندنا دال السين. هلا بنفرض إذا أول حاجة إذا نفرض صاد ما داخل الجذر، بصير عندنا طبعا هذه نقدر نظبطها، إذا وتساوي إذا تكامل من 0 إلى 4، إذا عندنا 2 سين مضروبة في سين تربيع زائد 9
للقوة، إذا واحد على اثنين اللي هي عندنا دال السين. إذا نفرض ص تساوي س تربيع زائد اللي عندنا 9. هلا إذا كان السين هون عندي س تساوي 0، وإذا كانت هنا س، إذا س تساوي اللي هي عبارة عن 4، إذا هون بصير عندنا ص إذا تساوي 9، وكمان هنا عندنا يتضمن ذلك، إذا ص ماذا تساوي؟ إذا 16 زائد تساوي 25. وكمان هنا بنقدر نوجد الآن دال السين اللي هي عبارة عن دال الصاد على مشتقة اللي هو س تربيع اللي هي 2 عندنا س. نرجع الآن إذا عزيزي الطالب إلى المسألة. إذا عندنا نرجع الآن للمسألة، إذا بصير عندنا التكامل، إذا عندنا التكامل، إذا الصفر، إذا عندنا الصفر بنوديها للتسعة، هاي عندنا 9، والأربعة إذا 25، وبعدين عندنا هاي 2 س مضروبة في الجذر التربيعي، أو اللي هو على صورة، إذا 2 س ضرب اللي هو عندنا ص للقوة اللي هو عندنا نص، قوة نص ضرب إذا دال الصاد إذا على 2 عندنا س، وبالتالي هذه محادي بتروح. إذا ويساوي إذا صاد للقوة 3 على 2، وهون 2 إذا على 3، طبعا تكامل من 9 إلى اللي هو عندنا 25. هلا الآن نرجعها لصورة جذر، إذا 2 على 3 ضرب إذا عندنا الجذر، إذا عندنا صاد، إذا عندنا تكعيب من 9 إلى 25، ويساوي إذا 2 على 3 ضرب اللي هو عندنا الجذر، إذا عندنا 25 القوة إذا 3 ناقص 2 على 3 ضرب الجذر، إذا عندنا 9، إذا القوة 3 جذر التربيعي، إذا وهذا بيساوي اللي هو عبارة عن 2 على 3، إذا الجذر الثالث جذر التربيع 25 5، إذا ضرب إذا هنا عندنا 100 و 125، إذا 125، إذا ناقص برضو كمان 2 على 3، إذا ضرب إذا عندنا جذر الثالث تربيع 9 3 3، إذا ضرب 27. وهذا بيساوي 200 وعندنا 250، 250 إذا على 3 ناقص 54 اللي هي 9، إذا 27 27 اللي هي عندنا 54، إذا ناقص إذا 54 إذا على 3 ويساوي 196 إذا على اللي هو عندنا 3. بنقسم إذا في عندنا كمان، إذا نشوف 196 تقسم كمان إذا على 3، إذا عندنا فيها 5 فيها 6، إذا 6 في 3 18، إذا فيها 1 16، إذا ما بتقسم، إذا عندنا 15 16 ما بتقسم. وبالتالي إذا عندنا هاي بتكون إذا عندنا نهاية إذا عندنا المسألة. إذا 2 إذا قلنا هون هيك، إذا على السريع نعيد، 2 على 3 تكامل صار قوة 3، إذا على 2 3، وبعدين إذا عندنا هنا التربيع الجذر التربيعي 2 على 3، إذا جذر الثالث، وبعدين بنعوض بالترقيم. وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى.